السلام عليكم. إن شاء الله اليوم راح نخلص معانا الإشي المطلوب من 21. راح نتحدث عن مفهوم الثيرمال كوندكشن اللي هو التوصيل الحراري. إيش نقصد فيه؟ تخيلوا في عندي مادة وحطينا على أحد أطرافها لهب مصدر نار، هاي فيار، أوكي؟ وكنا ماسكينها من الطرف الثاني. إذا كانت هاي المادة مصنوعة من مادة موصلة، راح كمان شوي نشعر بالحرارة انتقلت من الطرف هذا للطرف هذا. شو هي آلية انتقال الحرارة من خلال المادة هاي؟ على المستوى الجزيئي كلنا بنعرف إنه في عندنا ذرات، وممكن نتخيل القوة اللي بتربط بين الذرات على أساس إنها زنبرك أو نابض بربط بين الذرة والثانية. مع وجود الحرارة هون راح تصير السعة أو الاهتزازات تزداد، الطاقة الحركية اللي بتمتلك الذرات هاي، فبالتالي سعتها حول مواضع الاتزان راح كل ما لها تزداد وتكبر، راح تؤدي هاي لتصادمات وتنتقل الحركة الاهتزازية من طرف للطرف حتى توصل للطرف الثاني. الآلية الأهم انتقال الحرارة إذا كانت هاي كوندكتر، شو بتحتوي؟ بتحتوي على فري الكترون، على الكترونات حرة. الالكترونات حرة بتنتقل من طرف لطرف بشكل عشوائي، بتكون الوضع الطبيعي تنتقل بشكل عشوائي. إذا سخنا الطرف هذا رح الطاقة الحركية للالكترونات تكبر بشكل كبير، رح تنقل لنا الطاقة الحركية للطرف الآخر بسرعة كبيرة، فرح نحس بالحمض وصل لهنا. الآن نتحدث عن الثيرمال كوندكشن بطريقة كمية. تخيلوا في عندي قطعة ما هنا على شكل متوازي مستطيلات، كان أحد الطرفين هذا الوجه بتاعها حطينا على حرارة TH، يعني هنا هات هذا الطرف بيكون الساخن، الطرف هذا يعني هاي صفيحة هون الطرف لمسناه لإشي ساخن، الطرف هذا إيش؟ لإشي بارد، هنا T cold هذا cold، فبالتالي TH أعلى من TC، أوكي؟ هاي للطرف الوجه هذا نلامس إشي ساخن، الوجه هذا للصفيحة عندنا نلامس لإشي بارد. إيش رح يصير بالحالة هاي؟ إشي طبيعي، رح تنتقل الحرارة من الطرف الساخن للطرف البارد، رح يصير عندنا انتقال للحرارة اللي هي كيو، كمية الحرارة اللي بتنتقل سميناها كيو، رح تنتقل من الطرف هذا للطرف هذا. معدل انتقال الحرارة من الطرف الساخن للطرف البارد، معدل انتقال الحرارة هذا بنسميه الباور، القدرة اللي هي قديش الطاقة بتنتقل لكل وحدة زمن. فنكتب هون عندنا الباور عبارة عن كيو على دلتا تي، وهي نقصد فيها التايم، معدل انتقال الطاقة بالنسبة للزمن، هاي بنسميها الباور، هاي القدرة to which energy is can be transferred from this side to this side، تمام؟ طيب الآن هاي الكمية اللي هي الباور مع ايش بتتناسب؟ بالمنطق هنا كل ما زادت مساحة الصفيحة اللي هي هاي الكروس سكشنال اريا، هاي المساحة نسمي هاي المساحة ايه، اوكي؟ كل ما كبرت المساحة كل ما زاد انتقال الطاقة، ففي مجال اكبر تنتقل الطاقة اكثر، فهي بتتناسب بشكل طردي مع ايه، هذا منطقي جدا، تمام؟ النقطة الثانية، كل ما زاد السماكة بتاعت الصفيحة كل ما كان اصعب تنتقل الحرارة من الطرف هذا للطرف هذا، رح تتناسب بشكل عكسي مع دلتا اكس، نسمي هاي المسافة دلتا اكس، راح تتناسب بشكل عكسي مع دلتا اكس، دلتا اكس ايش؟ بالمقام. وكمان راح يتناسب انتقال الحرارة بشكل طردي مع فارق الحرارة ما بين التي اتش والتي سي، مثلا إذا كان عندنا هون 100 وهون 0 بكون انتقال كبير، بينما كانت هاي 25 وهاي 20 بس راح يكون انتقال ايش؟ بطيء، بتتناسب ايش؟ مع فارق الحرارة، فهي دلتا تي، هاي العوامل بتتناسب معها الحرارة، كويس؟ لأن عشان سهل الحساب، إذا كان الثيكنس السماكة تاعت هاي رقيقة كثير كثير، رح يصير دلتا تي على دلتا اكس عبارة عن دي تي على دي اكس، اللي هي عبارة عن ايش؟ المشتقة دي تي على دي اكس، متى هذا؟ إذا كان الثيكنس هذا ايش ما لو أخذناه يؤول إلى صفر أو صغير جدا جدا، أوكي؟ كيف نحول هاي لإشارة مستوى؟ هاي إشارة تناسب، نحولها لإشارة مستوى عن طريق ثابت تناسب، ثابت التناسب بنسميه كي. فهي الباور اللي عندنا هنا اللي هو معدل انتقال الطاقة من طرف الساخن لطرف البارد عبارة عن K ثابت التناسب في A في DT على DX، وبنحط هنا القيمة المطلقة. ليش حطينا قيمة مطلقة؟ يعني بدنا الجواب دائما يطلع معانا موجب، لما ناخذ المشتقة راح تكون هاي التي قاعدة تتناقص، هاي بتكون حامية وين بصير باردة، راح تطلع معك الإشارة سالبة عشان يطلع معنا الجواب موجب، بدنا الجواب ايش يكون موجب للباور لمعدل انتقال الطاقة من الطرف هذا للطرف هذا. وكيف قلنا بنسميها ثيرمال
conductivity, thermal conductivity. الآن راح تعرف على طريقة لحساب طريقة تقريبية لحساب temperature gradient اللي هو dT على dx. temperature gradient. تخيلوا هاي السلاب اللي عندي هنا وحطينا على هي عبارة عن متوازي مستطيلات. تمام؟ الطرف هذا لو فرضنا حطينا فيه مي مغلية. steam water راح يكون الحرارة تحت الطرف هذا ثابتة بتساوي مية مش راح تتغير مع الزمن. وعلى الطرف هذا لو حطينا ثلج ومي water plus ice راح تكون الحرارة هون عبارة عن صفر سلسيوس. راح تنتقل الحرارة من الطرف الساخن للطرف البارد بالشكل هذا. لو أخذنا السماكة الثيكنس تاع الصفيحة اللي عندي هنا عبارة عن L عبارة عن L نحسب إذا استنينا نصل لحالة الستيد ستيت يعني وصلنا للتوصيل هاي وصبرنا عليها شوي تيستقر كل إشي بدنا نحسب الـ dT على dx. كيف نحسب الـ dT على dx؟ عبارة عن السلوب عبارة عن الميلان تاع الحرارة بالنسبة للـ x. كيف ممكن نحسبه؟ بسيطة كثير. طلعوا العلاقة اللي بتربط الحرارة مع الـ x إذا أخذنا هاي هي عبارة عن الـ x وهاي الحرارة راح تكون بالشكل هذا. هاي هون عندنا المية وهاي هون عندنا الصفر. هذا حيكون السلوب تاع انتقال الحرارة على فرض ان العلاقة راح تكون ايش مالها بيناتهم خطية. كويس. الان بالحالة هاي ال dT على dx راح تكون نفسها الميلان تاع الخط هذا المشتق اللي هو dT على dx هي نفسها راح تكون الميلان تاع الخط هذا. كيف نحسب الميلان تاع الخط هذا؟ طبعا احنا بالمهتمين فيه بالعادة القيمة المطلقة بدناش الجواب، هذا الميلو سالب راح يطلع بدنا الجواب تاعنا دائما يطلع ايش ماله موجب. باخذ القيمة المطلقة، ايش الميلان تاع الخط هذا؟ هذا الحرارة اللي هون عندنا هاي T كود وهاي T ايش؟ هات. كويس؟ راح تكون عبارة عن ال T كود الحرارة النهائية ناقص الحرارة الابتدائية، هاي الحرارة الابتدائية وهاي الحرارة النهائية تقسيم x النهائية اللي هي L ناقص صفر. فالقيمة المطلقة للإشي هذا، هاي الحرارة النهائية هون، هاي الحرارة الابتدائية وهاي x النهائية اللي هي L ناقص x الابتدائية اللي هي صفر. هذا القانون بشكل عام. بالحالة هاي المخلوق المطلق راح يصير TH ناقص TC راح تنعكسه. راح يصفي القانون بالحالة هاي الباور عبارة عن K في A في TH ناقص T كولد تقسيم L. هذا القانون العملي راح نستخدمه عشان نحل في أمثلة. K اللي هو الثيرمال كوندكتيفيتي وقال هاي الثيكنس تاع الصفيحة، هاي الحرارة الطرف للأسف هاي التمبرشر تحت الطرف الساخن، هذا التمبرشر تحت الطرف ايش البارد. تمام. طيب الآن تخيلوا في عندي أكثر من صفيحة كم موصلات بشكل متتالي. لو كانت في عندي هاي صفيحة وهاي صفيحة ثانية، هون التي مثلا هات وهون التي ايش الكود، فعندنا أكثر من واحدة، هاي إلها مثلا كي واحد وهاي إلها كي ثانية. كيف راح نحسب الباور معدل انتقال الطاقة بالحالة هاي؟ سهل كثير. اطلعوا كل إشي نفسه هون التي اتش والتي سي هاي ثابتة وهاي ثابتة، ال L بتختلف، هاي لها ايش؟ هاي لها L1 وهاي لها ايش؟ L2، وال K بتختلف، شو بيختلفوا قاعدات ال K وال L؟ لو قسمت ال أو نزلت ال K للمقام هذا بصير صيغتها كالآتي، بصير عندي هنا هاي A وهاي TH ناقص TC تقسيم L على K، هاي راح ترجع على النص، يعني هاي المعادلة نفسها المعادلة هاي. لأن إذا كان عندي صفيحة واحدة هاي القانون جاز، إذا كان عندي ثنتين أو ثلاث أو أربعة أو خمسة بغض النظر عن عددهم شو بتحول هذا؟ تصميش المجموع بجمع على I وهاي I وهاي I على حسب العدد تاعهم. لأن إذا كانوا ثلاثة بجمع على ثلاثة، خمسة بجمع على خمسة، فهذا القانون بيعطيني الباور شو ما كان عدد الصفائح اللي عندي هون على أساس إنه لهم كلياتهم نفس المساحة. تمام؟ أعطيكم مثال من الكتاب. هذا اكزامبل بالكتاب تاعكم بقول تخيل في عندي بس صفيحتين، هاي الها K2 وهاي الها K1، هاي L2 طبعا وهاي L1، هاي T الها وهاي T الكود. بس هنا راح طبعا ايش طبيعي الحرارة تنتقل من الطرف الساخن
للطرف الباب بالطريقة هاي. أول مطلوب بالسؤال هذا كان نحسب الباور، معدل انتقال الطاقة من الطرف الساخن للطرف الباب. هاي سهلة جدا، بنطبق القانون مباشرة. الباور بالحالين يعني فرع A كان find the power rate of energy transfer. كيف نحسبه؟ تطبيق مباشر على القانون. الباور بالسالب قلنا هنا كان في عندنا A T hat ناقص T كود تقسيم، قلنا هون بنقسم L على K، L واحد تقسيم K واحد زائد L اثنين تقسيم K اثنين وبس. هالبساطة هاي، هذا هي معدل انتقال الطاقة من الطرف الساخن هنا للطرف البارد، L واحد على K واحد وهنا L اثنين على K اثنين وبس، تمام؟ المطلوب الثاني كان أصعب، الـ B. بقول B find the temperature at the interface. بده التمرش الحرارة على الانترفيس، على السطح هذا الداخلي بيناتهم، عند التلاقي الصفيحة الأولى مع الصفيحة الثانية بالمنطقة هاي. بدك تحسب الحرارة عند الانترفيس هذا، نحسب قديش الحرارة، هون معروفة تي هات وهون تي كود، بس بيناتهم وبالنص قديش راح تكون الحرارة؟ هذا تريك كويستشن، كيف بدنا نحسبه هون؟ برضه حسبه مش هذاك التعقيد، بنقول احنا معدل انتقال الطاقة من الطرف هذا للطرف هذا هو نفسه معدل انتقال الطاقة من هون لهون، يعني مثلا إذا عندي 50 جول انتقلوا بالثانية، 50 جول من هون لهون، بكل ال 50 جول عبروا من هون عبروا كمان من هون، 50 جول عبروا بالثانية هون، 50 جول عبروا بالثانية، فبالتالي طلع من عندي هون 50 جول، لازم يكون معدل تدفق الحرارة كلياته نفسه، منطقي؟ يعني تخيل هاي عندك ماسورة مية، هون من عندك الماسورة بتفوت ومن هون بتطلع المية، إذا فات عندك هون 50 بده يطلع من هون 50، بده يطلع 50، بده يطلع 50، لازم يطلع الفات لازم يطلع من الطرف هذا، تمام؟ طيب، كيف نحسبها قلنا؟ فبنقول النقطة الأساسية إنه معدل انتقال الطاقة اللي هي الباور من هون لهون هي نفسها من هون لهون أو من هون لهون، تمام؟ يعني على حول الصفيحة الواحدة نفسه حول الصفيحتين. فشو بقول بالحالة؟ خلي يكون هذا مكتوب. معدل انتقال الطاقة من هون لهون بس من عند الطرف الساخن هذا لعند التي هاي، ايش بصير؟ هنا في عندي ايش؟ بس صفيحة واحدة، بطبق نفس القانون، بقول بي هاي مثلا بي اثنين، هاي نسميها بي اثنين، مع انه هاي ايش؟ الكي اثنين، والبي راح تساوي البي واحد، راح تساوي البي الموجودة عندي هون. قديش البي اثنين بتساوي؟ بنقول ايه المساحة نفسها للجميع ضرب الحرارة المرتفعة تي هات ناقص تي، وانا قديش الحرارة؟ تي. ناقص دي نظهر الخط شوية، قلنا هنا في عندي بي واحد الحرارة بتنتقل من الصفيحة الأولى نفسها بتنتقل من الصفيحة الثانية نفسها بتنتقل من الصفيحتين، فبقول هنا البي اثنين بتساوي الاي ضرب تي هات ناقص التي، التي اللي هي هنا بالمنطقة هاي تقسيم ال اثنين تقسيم ال K اثنين، هاي الباور أو معدل انتقال الطاقة من الطرف هذا للطرف هذا بس، تمام؟ هاي لازم تكون نفس هاي، هاي بتساوي هاي، لو بتطلعوا المجهول الوحيد راح يكون ايش؟ ال T، راح نحل المعادلة هاي عشان ندور أو نوجد ايش؟ الطرف T، كل ال T ايش بتكون معلومة؟ T كول بتكون معلومة، L و K بتكون كل شيء معلوم، المجهول اللي هو T فسهل بكتب هاي تساوي هاي، شو المجهول الوحيد؟ تي، فبحل المعادلة هاي عشان أوجد التي، لو حللها راح يطلع معنا الجواب النهائي بيساوي، اكتب لكم إياه، K1 ألف اثنين تي سي زائد K2 ألف واحد تي اتش على K1 الاثنين زائد كيف اثنين الواحد، هذا هو راح يكون القانون النهائي لدرجة الحرارة ما بين الصفيحتين. وهيك خلصنا الوحدة، المطلوب من الوحدة هاي بس المواضيع اللي غطيت لكم اياها، ما غطيت انا كل شيء، المطلوب بس الاشياء اللي غطيت لكم اياها، تمام؟